concentrate. We have done what the coach have said in the training. That's why we have achieved the 3 points today. What is the best, the first goal or the second goal? Well, for me, all the goals is the best. What's important is the points. قائد الفريق محمد علي بنور ثم الهجوم يرجع لصالح النجم الرياضي الساحلي ثم تامبو فايو يوزع على مستوى القائم الثاني وخصوصا لكن تمشي شاكر زواغي تامبو فايو حاليا تامبو فايو تامبو فايو مازال محافظ على الكره تامبو فايو امام غازي عبد الرزاق تامبو يرجع للوراء تامبو فايو ورائي الكره من سليم جديد والاعتراض لكن فما تامبو فايو يدخل وسط الميدان يلعب لعصام جبالي عصام جبالي باش ياخذ مكانه مصعب ساسي واكيد باش يتغير مراكز اللاعبين في وسط الميدان فريد صحيح شكري ننتظروا باش يكون مصعب حاب يراوغ فما فرانك ميشيل قبل باهي من طنبو فيو امام ثلاثه لاعبين يرجع لورا سليم جديد تينكي نقولوا اذا كان التمريره تكون سريعه فريد يعني تخلي الفريق المنافس يتمركز وهذا هجوم للنجم وطنبو فيو يحقق الهدف الاول لانه خطا في دفاع الامل الرياضي بحمام سلفا فعلا الهدف الاول للنجم وكذلك باش يتم التغيير باعتبار وأن الكره ما وقفتش ما خرجتش يعني هاو اعاده العمليه عصام جبالي كان اخطا الكره في المره الاولى ثم طنبو فيو كان تليق مش كره لصالح الجوهري يسقط على الميدان الحكم يطلب اللعبه ووليد الظاهري ترجع الهجوم لصالح النجم يرجع الهجوم لصالح النجم طنبو فيو على الجهه اليمنى ومع فرانك ميشيل يرجع للوراء طنبو فيو صالح النجم سليم جديد طنبو فيو كره في وسط الميدان شاكر زواغي باهي واحد اثنين باهي طنبو طنبو فيو ارضيه والتدخل لكن ممكن سليم جديد يبرناش في البناء الهجومي قاعد يقوم بدوره بتاعه الدفاعي طامبو فيو قبل التماس يلتحق بالكرة على الجهة اليمنى طامبو فيو يراوغ ثم يوزع بالرجل اليسرى والكرة في مناطق الأمل العكايشي النجم الساحلي انخفض نوعا ما مستواه بخروج محمد علي نفخة رغم مجهودات القوب شاكر الزواغي خاصة من ناحية التنشيط الهجومي قوة النجم شوية يعني بعد شوية لبعضهم يخلي ممكن الإشكال بالنسبة للساحلي واختير العملية والهدف الثالث للنجم عن طريق اللاعب طامبو فيو طامبو فيو في الدقيقة ال 45 في هذا الشوط الأول إعادة العملية فما ديما نقولوا في وسط دفاع الأمل الرياضي محمد سوسة يعني فما سوء تمركز لاحظنا طامبو فيو فما لاعب آخر كذلك أيمن العياري فما سوء تمركز لاحظنا طامبو فيو فما لاعب آخر كذلك أيمن العياري يأخذها اللاعب وليد الظاهري مخطئ كذلك ترجع لطامبو فيو طامبو فيو يوزع اتجاه العكايشي يراوغ الكرة محمد علي بنور ثم شاكر زواغي بالقدم في طامبو فيو تامبو تامبو فيو يوزع تدخل الظاهري وليد الظاهري ويسقط على الميدان الحكم يطلب اللعب توصل كرة تامبو فيو تامبو فيو حبيب مايتي يروض المطلوب والتركيز هذول الناحية الذهنية مهمة في كرة القدم تامبو فيو تامبو فيو مازال محافظ على الكرة سليم جديد سليم جديد يعني مثل مش محاولات مثل مش مرور غلق المنافذ بالنسبة للساحلي والهجمة المعاكسة كرة ترجع من جديد فعلا في هجوم معاكسي صالح النجم باتجاه احمد العكايشي باتجاه العكايشي تدخل محمد علي بنور كرة توصل طامبو فيو طامبو فيو طامبو فيو فما طلب من الكرة من بلقاسم تونيش يمر طامبو فيو يراوغ واحد اثنين باهي العملية باهي طامبو فيو فوق المرمى شوف كذاك المراوغات معناها يأكد الإمكانية بتاعه ممكن حضور البدني لو كان حاضر 100% إمكانية فنية طيبة لطامبو فيو ثلاثة لاعبين تقريبا عمل واحد اثنين واللاعب الرابع يعني خلى الكرة تمر ممتازة جدا يعني الإمكانية الفنية لطامبو فيو صحيح ياكد اللاعب هذا معناها في المنتخب الزامبي عنده امكانيات ممكن الناحيه البدنيه لو كان حاضر في الناحيه البدنيه يكون اخطر شفنا شوط طول ممتاز الشوط الثاني ينقص المردود نتاعه ورا في الشوط الاول شفنا كذلك الشوط الثاني مثل ماش فرص كبيره برشا مباراه اجوار ديما يغلب عليها الحسابات والمباراه التكتيكيه فرص كانت اوضح رغم فرص كبيره برشا كانت الشوط الثاني لكن ممكن مجازفه اللمسه الاخيره كانت تنقص حمام سوسه كانت كبيره وقويه ومثيره بالسي اس اس الشوط الثاني يبدا بكره خطيره ملعوبه فرصه عند الخطير المباراه احمد ميدا مشكلة النجم في الشوط الاول كان اخراج ووصول الكره للرولانس نمشي كره ممتازه الشوط الثاني الشوط الثاني والكره للنفطي في كره ثانيه يسبق فيها ويتفوق فيها عبد النور عبد النور يطلع ساكو ساكو يجيب الكره الكنترول بوخاري بوخاري سرعه مطلوبه يمشي تيمبو فايو تيمبو تيمبو امام مرابط تيمبو فايو تيمبو يحاول يمر يتعدى تيمبو ممتازه تيمبو فايو يوزع كرة على القائم الثاني والدفاع نجم الرياضي الساحلي تيمبو فايو يحدث الفارق واستمعوا لقاعات ورتم وتيمبو استاد سوسر الأخير
الكرة واحد اثنين تتهيا في الوسط الان عن طريق تيمبو فايو. تيمبو يرجع بالكرة يبعد على هيثم يبدل الكرة السكو. السرعة مطلوبة بالنسبة للنجم ويرجع بسرعة ممتاز فريق السي اس اس بالتغطية الدفاعية. التغطية الدفاعية اليوم الفريق واقف مليح الكل يدافع. فريق السي اس اس من نفطي شوف النفطي يجري مش عواده في العادة. النفطي يقدم هذا المردود من الجانب الدفاعي. بوندسليغا مع الكايزر سلاوتر ويرجع للنجم في اعقاب هذا الموسم. امي كاو بنجم الساحل نوبوكو تعثر ومن سوء حظ السي اس اس نوبوكو في اللقطه الاخيره. نقول هلال يلعب دوره كما يقول بالفعل. الجماهير الكبيره ما تموتش ما تموتش يا راجل. الجماهير الكبيره ما دام عندها رجال تمشي كره طويله. اوه هدف التعادل على هدف من البطوله. شوف الكره الراسيه شوف الكرة من عبد النور. 2-2 2-2 النجم يرجع النجم يرجع في المباراة البطولة. سيناريو مش ممكن ولا واحد فعلان. ربع ساعة سفاقسي 75 دقيقة كانوا الملوك 75 دقيقة كانوا الملوك فعلان. ربع ساعة سفاقسي 75 دقيقة كانوا الملوك 75 دقيقة كانوا الملوك. يصفر يابيض ما فيش كلام. اليوم لابد من عريس لابد من بطل. تمشي كرة تيمبو يسدد تيمبو تتهيأ كرة سبالو من سنوات. تيمبو فايو يوزع كرة تيمبو ترجع من مهدي بن ديفالا. والله لم اكتشفها مرة أخرى وقفت ورجعت قعدت. ترجع كرة خطيرة فرصة. والله لم اكتشفها مرة أخرى وقفت ورجعت قعدت. ترجع كرة خطيرة فرصة. رجل المباراة وبوبي على المرة الثانية والدفاع يتصدى الصراع مع تيمبو. في خطأ في خطأ في شد وجذب والحكم لأنها الأخيرة الأخيرة في كورة وفي ثالثة للغرام. أوه جاسم الخلوف شرميتي مع تيمبو. تيمبو ياخذ كورة تيمبو أرضية عفوا الغربي بالرجل اليسرى حتى لاعب في المتابعة ثم تيمبو. تيمبو ياخذ كورة تيمبو باهي من تيمبو يمر ممتاز المراوغة يوزع شرميتي على العارضة وعلى العارضة. يعادل العملية التوزيع كرة الشرميتي الأولى على العارض ثم ترجع موسى ناري على العارضة. تيمبو أرضية شرميتي يخوش كرة كما يجب. تيمبو زين محافظ على كورته. تيمبو 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 مازال محافظ على كورته. سهيل برادي حاليا امام لاعب مازال محافظ على الكره. سهيل برادي تيمبو ورائيه يوزع تيمبو ترجع من الدفاع من جديد. جيلدو كاستيلي اللي هو بطل افريقيا العام الماضي مع نادي سفاقس 2007 في الكونفدراليه. ممتاز جدا تيمبو فايو تيمبو فايو والكره فيها خطا فيها فاول لفريق النجم وبدايه متميزه جدا لممثل الكره التونسيه النجمه الساحليه. فريق شانتي كان تجاوز فريق ويكي توريست من نيجيريا الدولفين من نيجيريا اللي تلعب نهائي المسابقه 2005 ضد الفار. يبدل اتجاه لعبه الكره تلعب لفريق النجم تيمبو تيمبو فايو. يغيب على النجم اليوم مهدي بن ديفالا. سهيل برادية عفوا الغربي للاصابه يغيب. ترجع الكره لفريق النجم ميكا وبارا يلعب الكره محمد ساكو محمد ساكو لانطلاق تيمبو فايو فيها خطا والانذار مطلوب من الحكم المالي. نعم الانذار مطلوب من الحكم المالي. هذا عمره تقريبا 18 سنه تيمبو فايو الزامبي النجم تقريب مع بدايه موسم يعمل فريق جديد بعيد عن الاسماء التي صنعت مجد 2007 افريقيا وعالميا في اليابان. جيل الشرميتة اكبر من الفرق الموجوده لكن اكبر المسابقه في حد ذاتها الكاس الثانيه في كرتنا السمراء بعد الشامبيونز ليج. 2006 كانت بقياده البنزرتي. اذا كثيرا ما نجح النجم الساحلي في نسج خيوط الابداع الافريقي بقياده اسماء ممكن نقول انه النجم الساحلي تقريب فريق ثاني يلعب هذا الموسم. تيمبو فايو تيمبو 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 ما شاء الله. تيمبو فايو الثانية تيمبو الثانية تيمبو الثانية. شهر اوت او كما نقولوا في تونس اوسو فترة الصيف الحار بين ظفرين ستكون مخصصة لكأس الكونفدرالية. والتكتيكي
وايضا عاملي الارض والجمهور من اجل هدف اخرى. ديمبو تقريبا عجبني احسن لاعب في هذا الشوط الاول. ديمبو ممتاز يا جرب حافظ كاس الكاف هذا العام. تمشي كره ممتازه وفرصه والثانيه مصعب يا مصعب يا سيف في الدقيقه 44. ديمبو فايو يبدع ديمبو فايو يبدع اخطر لاعب في تشكيله اتوال. شوف الكره من الزامبي الزامبي ديمبو فايو ممكن اقوى زامبي يدخل. يمشي للقائد الفالحي الفالحي وفريق النجم تتهيأ مره ثانيه. حذاري من نفخه نفخه يلعب محمد ساكو البكره محمد ساكو يلعب الكره في وسط الميدان. تمشي لتيمبو تالق تيمبو فايو في الشوط الاول. ثانيه ساكو ساكو يبدا الهجوم. تيمبو فايو تيمبو هراري عاصمه زيمبابوي. اذا فريق ديناموس قلت اذا فريق ديناموس ليس بالسوء اللي تحدثت عليه برشا من هراري عاصمه زيمبابوي. اذا فريق ديناموس قلت اذا فريق ديناموس ليس بالسوء اللي تحدثت عليه برشا من بطولة شرق وسط افريقيا عام 96 او 86 ربحها في تنزانيا ثم ربح كاس الكؤوس المسميات كاس هناك في الخرطوم. ترجع الكره من القائد فيصل عاجب يهديها في كره ممتازه. تيمبو تيمبو فرصه كبيره يقرب لفريق النجم. تيمبو فايو لاعب عمره تقريبا 19 سنه لاعب زامبي. مرحبا بالاشقاء قدام بسام بن نصر يلعب بسام بن نصر كرة طويلة تتهيأ الكنترول أول أساس النجاح. تيمبو ينجح في الأولى يمشي في الثانية يطلب كرة أنتورة بسام بن نصر يلعب على الأطراف يحل اللعب مليح فريق النجم هذا المطلوب. تحركات تيمبو 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 يلعب على التيمبو أقرب للتسجيل وكان يستحق مينيموم التعادل أمانة. ترجع الكرة لتيمبو تيمبو يلعب كرة تبك ويرتكب هفوات وهذا مؤشر لهدف لكن مع الأسف النجم ما فماش استمرارية الكونتينيتي في الضغط في الحرس على مواصلة اللعب بنفس الإيقاع والريتم. هذا أكيد باش يتغير في الشوط الثاني ما فيش رين لكن يقال أنه موجود من 1912-13 باسم نادي المسالمة في حي تأسس هذا السالو. ألعب له كورة بجاوي سدد الآن فرصة وتسديدة ممكن جدا الكورة تخرج ركنية ركنية للنجم الساحلي. يلا ارفع الريتم يلا يا تيمبو الله يهديك. الأمطار إن شاء الله مطرت الخير بينما هذه الكورة اللي ضربت في سعد العطية ومشات كورنر. هدف القائد للنجم رضوان الفالحي تتهيأ كرة ممتازة تيمبو طبعا حتى فرق اهداف ممكن ينفع في الاخير. يقطع في وسط الميدان للفريق التونسي امكانية الهجوم. تيمبو تيمبو يعمل سيستم مراوغات يتعدى باثنين يمشي للسرعة القصوى. تيمبو يراوغ مرة ثالثة تيمبو الى المساندة الان ترجع يجد المساندة ساكو ساكو ثم طنبل يتدخل الدفاع وكرة ممتازة ترجع تونسية سرعة مطلوبة يمشي تيمبو هذه هي هذه هي تيمبو جري له كرة مشيت للفريق التونسي الامكانية عفوا الغربي الغربي ريح وارتاح الثاني ترجع كرة من مجدي المصراتي المصراتي كرة من التيمبو تيمبو لساكو ساكو يلعب الكرة لبجاوي. بالنتائج أربع لقاءات تكتمل بهم الجولة العملية الأخيرة تبع الكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي فويو تيمبو فويو تيمبو فويو تيمبو لمجد الشهودي يقص الكرة فويو تيمبو عكس الهجوم لكن فويو تيمبو نلقاه في كل مكان ممتاز في افتكاك الكرة فويو تيمبو كانت الكرة لصالح النادي البنزرتي كان تقصيرها من إيهاب المباركي ترجع بهجوم معاكس عن طريق فويو تيمبو بعد أحمد العكيشي وإيريك كاريكاري إيريك كاريكاري فرصة هدف وإعادة العمل الفردي قام به فويو تيمبو وصول الكرة لإيريك كاريكاري شاكر الزواغي فويو تيمبو لا تغيير في النتيجة إلى حد الآن ما زال التعادل السلبي بين الفريقين. بالقاسم تونيش بالقاسم تونيش يرجع بالكرة لفويو تيمبو راس ايمن المثلوث ياخذ الكرة خطأ من بالقاسم تونيش ترجع الكرة لصالح النجم إيريك فويو تيمبو فويو تيمبو بالقاسم تونيش شاكر الزواغي فويو تيمبو فويو تيمبو يتبع فيه مامودو دبو فويو تيمبو. أول تغيير في المباراة كان من جانب النجم الرياضي الساحلي دخول مجد ترجع الكرة أحمد العكيشي فويو تيمبو يرفع الكرة هدف لصالح النجم الساحلي وهدف التعادل هدف التعادل لصالح النجم الرياضي الساحلي نتيجة لصالح النجم هي كعادة. كرة كانت في العمق أحمد العكيشي رغم محاولة حمد المرزوقي فويو تيمبو يرفع الكرة بالحارس فاروق مصطفى يعدل النتيجة لصالح النجم مرة أخرى من زاوية أخرى مع
مشكورين زملائنا اللي عملوكم في هذا النقل المباشر. شاهدوا الهدف من زوايا مختلفة رغم محاولة حمد المرزوقي منع الكرة من المرور. ويوتنبو تمكن من التسجيل. سليم برخواس ينظر شاكر زوايا أحمد العكيش. أحمد العكيشي فيوتنبو. فيوتنبو تبع في إياب المباركي. إياب المباركي يتعدى فيوتنبو قدام وليد الهيشي. وليد الهيشي يراوغ وليد الهيشي يرفع كرة في اتجاه أحمد العكيشي.